هسه حالي رح جن. كيف ما عم ببرم وشي عم شوفه قدامي؟ مين؟ مين كيفيس؟ يعني عم شك بكل الأشخاص اللي حوالي. مثلاً جوان صار موقف ما بقدر ما شك فيها، بس أكتر حدا معقول يكون هو وينكي فيس سان الأجن تبع ملاك؟ إيه فكر فيها، هو بيعرف كل تفاصيل حياتنا، بيعرف إمتى مننام وإمتى منفيق ووين منروح ومع مين عم نتعامل وكيف منصور وشو منعمل، كل سكيدجول تبعنا عنده. سحر. خليني أكملك بليز. سألته لسان ليه نحن ما بنرفع دعوة على وينكي فيس؟ حسيته قدامي هو وينكي فيس عم بدافع عن حاله. سحر بس الموضوع مو بليز خليني كمل. أكثر شخص من مصلحته إنه يكون وينكي فيس هو سال. ليش؟ لأنه هو شخص كتير بحب المصاري. سو الفولورز يلي عن طريق الوينكي فيس وهي البلبلات اللي عم بتصير بتجيب له مصاري. لأنه الفولورز عم يكتروا. بيقول لحاله ما بدي جيب هدول 10% بس يلي عم يجوني من وراهم، خليني اعمل هذا الكلام بصيروا 100%. اتس بزنس سلطان. ممكن لو مره واحده بس نتكلم في موضوع ثاني غير الوينكي فيس؟ اوكي معك. انت كيفك؟ ام جود، بس في موضوع جاي اكلمك فيه. شو هو؟ الفيديو اللي نزلتيه. اي فيديو؟ اخر فيديو اللي موري العالم فيه رجولك. قصدك الفايرل فيديو يلي بيحكي عن حقوق المراه، يلي انا دائما بطرح هيك مواضيع بس يمكن انت ما شفت غير رجلين منه. ما علينا. طيب خليني اكمل كلامي. بس هذا اللي فالحه فيه تهاجميني؟ اول شيء وطي صوتك لانه في عالم كثير بكرهوه، بس مشاني مش عارف. لأنه نحن دايماً منعيد نفس الحديث، ما في شيء جديد نحكي. نبهتك أكثر من مرة يا سحر، قلت لك شركائي تابعوا كل فيديو تنزليه، ونزلت الفيديو. وسوري إنك نبهتني وأنا ما انتبهت. شلناك من الشركة. يا الله، ما أحلاك وأنت معصب. أفهمت. يعني ما عاد صرت البراند أمباسدور معنا، والقرار بيد الإدارة. وانت شو رأيك؟